السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل الحال والأحوال. واليوم مع الوقفة 11 من وقفات شهر رمضان، وهي فضل العشر الأواخر من رمضان. وقبل ما نبدأ، ما تنساوش تديروا لايك وتبارتاجوا الفيديو، وشكرا جزيلا للجميع. فضل العشر الأواخر من رمضان: تترتب العديد من الفضائل على العشر الأواخر من رمضان، يذكر منها تحصيل عظيم الخيرات والحسنات والأجور، وفي ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها حال النبي بالعشر الأواخر قائلة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كما روي عنه أنه كان يجتهد في شهر رمضان بالعبادات والطاعات ما لا يجتهد في غيره من الشهور. وتجدر الإشارة إلى أن إحياء النبي للعشر الأواخر لا يعني قيام الليلة كاملة بالصلاة، إذ روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي لم يصلي ليلة بكاملها حتى يصبح. فالإحياء لا يقتصر على الصلاة، بل قد يكون بعبادات أخرى كالذكر وتلاوة القرآن والصدقة وغيرها. العشر الأواخر من رمضان: متى تبدأ العشر الأواخر؟ تعرف العشر الأواخر من شهر رمضان بحسب ما اصطلح عليه العلماء بأنها الأيام والليالي الواقعة ما بين ليلة 21 من رمضان إلى آخره، سواء كانت عشرة كاملة أو ناقصة باقتصارها على 90، إذ العبرة بإطلاق اللفظ على الغالب والتمام. وتطلق العشر على الأيام مع لياليها، قال الله تبارك وتعالى: وليال عشر. وتبدأ العشر الأواخر من ليلة 21 من شهر رمضان بغض النظر أكان 29 يوما أو 30. كيفية اغتنام العشر الأواخر من رمضان: يمكن للمسلم استغلال العشر الأواخر ونيل الأجور العظيمة فيها من خلال العديد من العبادات والطاعات، يذكر منها مضاعفة الجهد في أداء مختلف الطاعات لتحصيل الأجر العظيم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. التوسع على النفس والأهل والجيران: إذ يستحب للمسلم في العشر الأواخر الإحسان إلى أرحامه وجيرانه، تلاوة القرآن ومذاكرته والتواصي به بين المسلمين، الحرص على ترديد الدعاء المأثور في ليلة القدر، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة رضي الله عنها إلى الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، وتحديدا في ليلة القدر، بطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
عدم تضييع الأيام العشر الأخيرة من رمضان باللهو والغفلة، إذ إنها أيام خير وبر وعبادة لا بد أن يغتنمها المسلم بالعبادة والطاعات. إعانة الأهل على العبادة والطاعة وتشجيعهم على ذلك، فلا بد للمسلم من أن يعين زوجته وأبناءه على اغتنام تلك الليالي بحثهم على الاجتهاد بالعبادة فيها وتهيئة بيئة مناسبة للطاعات من ذكر وتلاوة للقرآن، تجنب الشهوات لتحقيق الصفاء الروحي للنفس وتفريغها للطاعة والعبادة، الحرص على الاعتكاف في بيوت الله وتخصيص مكان للاعتكاف بعيدا عن مخالطة الناس، إذ روي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه، الحرص على أداء الصدقة في العشر الأواخر، إذ إن الصدقة في شهر رمضان أفضل من الصدقة في غيره من الشهور بسبب تفاضل الأزمان، كما أن الصدقة في العشر الأواخر أفضل مما سواها لما ورد من تفضيل العمل والعبادة فيها، وخاصة في ليلة القدر التي تعد خيرا من 1000 شهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أداء للصدقة في رمضان، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نماذج من اجتهاد السلف الصالح في العشر الأواخر: كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في العشر الأواخر من رمضان ولياليها، ومن نماذج اجتهادهم حرصهم على الاغتسال والتطيب في ليالي العشر المباركة، إيقاد الأهل لأداء العبادات والطاعات، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أنه كان يجتهد في الصلاة في صلاة الليل حتى إذا وصل إلى نصفه أيقظ أهله وهو يتلو على مسامعهم قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، عنايتهم بالقرآن في تلك الليالي، فقد كان السلف الصالح يجتهدون في قراءة القرآن الكريم في الأيام العشر من رمضان، إذ روي عن قتادة أنه كان يختم القرآن في 3 أيام من شهر رمضان، فإذا دخلت العشر الأواخر ختمه كل ليلة. ومن أهم الأعمال في هذا الشهر وفي العشر الأواخر منه على وجه الخصوص تلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع واعتبار معانيه وأمره ونهيه. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا شهر القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام في كل يوم من أيام رمضان حتى يتم ما أنزل عليه من القرآن
وفي السنة التي توفي فيها قرأ القرآن على جبريل عليه السلام مرتين. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل القرآن وتلاوته، فقال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولقد كان السلف الصالح أشد حرصا على تلاوة القرآن، وخاصة في شهر رمضان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، ترنوا جرس لكي يصلكم كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.